ما غاديش ياكلها يا النهار كامل، غديرو حبه الصباح منين تفطروا مع كاس الحليب، وعاوتاني في الليل حبه مع كاس الحليب هكا كويرات تصاوبهم في شي جبانيه. دابا انا غير وريت لكم القدر اللي درت انايا، وانتم ديروا بزاف، ديروا كميه بزاف اللي غتدي لكم على حساب 15 يوم، عاوتاني وعاودوها 15 يوم. اش غادي نقول لكم ابنياتي، كتعطي الصح الغلد على الصح، وكتغلط المناطق الانثويه الحنيكات، وراها مزيانه هذه حتى تجربات، وعاد انا شركتها معاكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو لاباس؟ لاباس عليكم. كنسلم على جميع الدول العرب فيهم التونسيين المغاربه ديالي، جزائريين المصريين، كنسلم عليهم داخل الوطن وخارج الوطن، كنسلم عليكم بزاف بزاف. جيتكم دابا بواحد الوصفه ديال الغلد زوينه فعاله، وبغيت نشاركها معكم المتتبعين ديالي، وصفه زوينه يديروها صغار وكبار. اش غادي نقول لكم، راها مزيانه بزاف بزاف، وبغيتكم تتبعوها. عندنا هنايا الفوه مزيانه لفقر الدم، وعندنا هنايا حبه الحلاوه راها كتغلط حتى هي مزيان وزوينه للقولون العصبي. عندنا هنايا الزنجلان للسمسم، الزنجلان البلدي هذا هو خصكم اللي غديروا، هذا هو اللي مزيان كيكون فيه ومزيت. وعندنا هنا العسل الحر، اللي ما عندوش العسل الحر يدير العسل ديال التمر، راه كيتبع داك شويه رخيص ديال التمر زوين. وعندك هاد الفوه هادي باش درتها، باش شركتها لكم مع هاد الوصفه هادي، مزيان اللي عنده فقر الدم ما كيصحاش، بغيتكم تشاركوها مع هاد الزنجلان. وعندك هاد حبه الحلاوه مزيانه هي القولون العصبي، بغيتي تزيدوا حتى الحلبه، كاينين البنات اللي كيقول لك خالتي الحلبه ما تقدوش عليها، وما الا بغيتي زعما تزيدوها زيد واحد جوج معالق. عندنا هنايا جوج معالق ديال حبه الحلاوه، وغادي نديروا معلقه كبيره ديال الفوه باش كتعطيكم نيت الصحه نيت على الصح، ومع الزنجلان والعسل الحر. انا عندي العسل الحر، وانتم اللي ما عندوش العسل الحر يدير العسل ديال التمر، راه كيتباع قرعه صغيره، قرعه كتباع بالفرانك، هذيك راها مزيانه كيعصروها من التمر، حتى هذيك مزيانه بغيتكم ديروها. كندوزو لهاد الزنجلان هذا كنديروه في مقله، راه عندي مغسول ومنقي، مع دابا شويه راه باقا شويه الشمس سخونه، غادي نديروه فوق البوطه، غادي نسخنو غير شويه غير يسهط غير شويه يتسهط، وغادي نطحن هاد الفوه هادي، وغادي نطحن هاد حبه الحلاوه باش نوريكم الطريقه ديال هاد الوصفه هادي. وبغيتكم المتتبعين ديالي تبعوها، راها مزيانه وكتغلط الغلد على الصح. راش غادي نقول لكم، راها مجرباها وبغيت نشاركها معكم. دابا غادي ندوز نرد هاد المقله هادي فوق البوطه حتى كنسهطها مزيان، وغادي نجبها ونوريكم الطريقه ديالها مع الفوه نطحنوها ونطحن حبه الحلاوه. وبقى معايا دابا هي الفوه فين طحناها، وعندنا هنايا حبه الحلاوه هي فين طحناها، كنزيدو هنا حبه الحلاوه، راها مزيانه هاد حبه الحلاوه. اش غادي نقول لكم، راها مزيانه للصحه والقولون العصبي، بغيتكم تبعوها يا بنياتي. هاد حبه الحلاوه هادي راه كتعطي الغلو، راها مزيانه كتغلط على الصح، ومع هاد الزنجلان هاد السمسم حتى هو كيغلط غير بلا ما طحنوه. وعندنا هنايا هاد الفوه هادي مزيانه لفقر الدم، راها زوينه، درت معلقه، وانتم ديروا اللي بغيتوا ديروا، بغيت كثروا كثروا، بغيت ديروا غير شويه ديروا. دابا انا درت معلقه كبيره، وكنديروا العسل، بسم الله العسل، وكنخلط كنخلط هادشي مزيان، كسخونه كسرونه كنخلط مزيان حتى كنخلطوا هادشي. دابا مع الضو ما غاديش تبان لكم حمراء بزاف، وهاد الفوه راه كتزيد الدم، راه اللي بغى الصحه ديالو يصحح مزيان يزيد الفوه. وبغيت ملي تبغيو ديروا هاد الوصفه هادي، ما تبقاوش تاكلوا تشربوا اتاي، بعدو من اتاي، بغيتكم ما تشربوا شيء اتاي، راه ما مزيانش، اللي بغى يغلط ما تشربوه شيء. دابا كديروا بحال هكا مزيان، دابا مع المقله سخونه والعسل كطلق العسل مزيان كطلق شوي، حنا عندنا الحال بارد هكا، كتشاركوا هاد الوصفه هادي مزيان. الا ما عندكمش العسل ديروا العسل ديال التمر، راه كتباع في قريعه
صغيره كتشدو بحال هكا سخونه، كديروها كويره بحال هكايا مع العسل هكا، حتى كديروها كويره صغيره، عاوتاني كتقبطي عاوتاني وديري كويره اخرى سخونه حتى كتكوروها مزيان. دابا تولي تبرد، راه قش هاد العسل هادي عندي حره عندي من عام الاولين، كنخليها هكا للدواء. حتى كديروها كويرات، بغيتكم ديروها كويرات هكايا سخونه، مع الزنجلان سخون، وغادي تتبعوا هاد الوصفه هادي يا بنياتي. راها كتغلط، انا كنشارك معاكم الحاجه اللي مجرباها وزوينه وتعطيكم الغلد على الصح. دابا هادي حتى تبرد عاد نصاوبها. دابا غندوز نغسل يديا مزيان، كور عاوتاني الاخرى باش نقادها. دابا يا بنياتي فاش كورتها، غير بات كانت عندي في المقله سخونه، فاش كنت سخنت شويه داك الزنجلان ومع العسل خويتو شد ليا شدات لي المقله سخونه. دابا فاش بردات كتكور وكتجي لذيذه لذيذه، وريني راها مزيانه. ياكلوها الدراري الصغار، اللي عندها البنيات هكا ما كياكلو شي فيهم فقر الدم، دير لهم هاد الوصفه، واللي كبير ياكلها. الله اللي حامله ما تاكلهاش، اللي كترضع دير هاد الوصفه هادي. اللي عندها اللي عنده السكر واخا يدير هاد العسل، العسل الحر راها مزيانه، ما غاديش ياكلها نهار كامل، كديروا حبه الصباح منين تفطروا مع كاس الحليب، وعاوتاني في الليل حبه مع كاس الحليب هكا كويرات تصاوبهم في شي جبانيه. دابا انا غير وريت لكم القدر اللي درت انايا، وانتم ديروا بزاف، ديروا كميه بزاف اللي غتدي لكم على حساب 15 يوم، عاوتاني وعاودوها 15 يوم. اش غادي نقول لكم ابنياتي، كتعطي الصح الغلد على الصح، وكتغلط المناطق الانثويه الحنيكات، وراها مزيانه هادي حتى تجربات. وعاد انا شركتها معاكم، هادي كتغلط على الصح، عطوها للدراري من العام، يكون عنده عام غير عطيوها له، من العام الفوق عطيوها له، وراها مزيانه وكتغلط. بغيتي تزيدو هادي الحلبه زيدوها، زيدوها فيها. بغيتي تزيدو اللوز، بغيتي تزيدو القرقاع، اللي عنده شي حاجه على حسب الاستطاعه ديالو. انا دابا كنوريكم على حسب استطاعه كل واحد، الله يحسن العوان. اللي عنده باش يزيد فيها اللوز القرقاع، ويزيد فيها كاوكا والتمر، ويزيد فيها النافع. دابا انا درت غير حبه الحلاوه، حيت حبه الحلاوه اش غادي نقول لكم، راه بوحدها وكتغلط. ودابا زدت لكم مع الزنجلان وهاد الفوه على حسب فقر الدم. البنات اللي كياكلوا شحال من وصفه تيقول لك خالتي ما صحتناش، زيدوا معها الفوه وزيدوا حبه الحلاوه والكرويه، وزيدوا عليها حتى الحلبه. دابا انا درت لكم هاد ثلاثه د الوصفات هادو باش ياكلوها بنات صغار وعيالات كبار ورجال، راها مزيانه. كنتمنى يا بنياتي هاد الوصفه هادي تعجبكم، وبغيتكم تتبعوها باش تغلطوا على الصح، وبارطاجيو مع الناس باش تكبر شويه هاد القناه هادي بجهدكم. ربي يكبر بكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي، وباقي نشارك معكم بزاف د الوصفات المتتبعين ديالي.